تعالوا نشوف وهتابع معاكم الاحتفالات. ايضا موضوع الملاريا المنتشرة في أسوان الحقيقة قضية في غاية الأهمية، لأنه السبب في الملاريا مستنقعات الصرف الصحي. لما نبقى حتى الآن نعجز عن مواجهة كل ما يتعلق بالصحة والبنية التحتية السيئة والمنهارة والتي تحتاج إلى حالة إصلاح، في أسوان انتشر المرض بشكل كبير وأصيب عدد كبير من المواطنين، والناس بتطالب بردم المستنقعات. هذه القضايا هي دي قضايا متعلقة بحياة الناس المعيشية وكمان الحالة الصحية. انتشار الملاريا في أسوان يحتاج إلى طوق إنقاذ وإلى علاج عاجل. حوالي 28 يوم تقريبا ظهرت عندنا حالات عليها أعراض سخونية وبرد وترجيع، شكينا فيها كأهالي هنا. في حالتين منهم بعتناهم على مستشفى أسيوط الجامعي، عملوا التحاليل لازم هناك في أسيوط واكتشفوا أن الحالتين دول مصابين بمرض الملاريا، وده مرض احنا ما سمعناش عليه من حوالي يمكن أكثر من 70 سنة هنا، وما كانش في أي تحركات ولا في أي عناية بالمرضى إلا من بعد ما جاء مندوب وكيل وزارة الصحة بالقاهرة دكتور عمرو قنديل، وجاء المحافظ عندنا والسيد الوزير. بعد ما جم السادة المسؤولين كان هناك اهتمام. احنا ساكنين المستنقعات دي من بدري سنين، ففي سنة ففي جمعة من 10-15 يوم أثبتت أسيوط أن في حالات ملاريا هنا. يعني احنا كنا بنشتكي من الأول من سنين وتعبنا فيه من الناموس، ما بنقدرش ندخل نطلع بالليل، الناموس اللي بيطلع علينا حاجة فظيعة قوي. اشتكينا للجهات كلها، بيئة ومش بيئة، محدش بيسأل فينا. كان لما ظهر المرض ده وفجأة وانتشر في البلد، وما نقول يا أولاد حيجيب وباء حيجيب وباء حيتاجي حاجة، وفعلا حصلت. وهذه تفضل سيادتك، جاء الوزير هنا من كاموم يبي يتصرف، قال ده يتردم خلال 24 ساعة. النهاردة شوف لنا كده سيادة الوزير اللي جاء عندنا هنا 5 دقايق بس، قعدهم على موقع الحدث وبعد كده راح مكان اسمه الساحة، أنظف مكان عندنا في البلد. فإيه هو اللي عمله من عنده؟ النهاردة اللودر اشتغل 2 ساعة وخد بعضه ومشي. طب إيه، ما هي المشكلة قاعدة زي ما هي، طب يعمل من عنده؟ مش المفروض النهاردة يبقى في متابعة للمسؤولين دولة؟ هيئة المحاجر فين؟ المجلس المحلي فين؟ مجلس إدفو ذات نفسه فين؟ محافظة أسوان فين؟ المحافظ النهاردة قاعد فين؟ طب رد عليا كده قول لي هو فين؟ الأسرة بتاعتي ابنائي وابناء أخوي، الإصابات بتاعت 20 حالة، بدأنا بأول حالتين وديناهم يدفوا الحميات، قالوا تودهم أسوان، رفدنا وديناهم أسيوط، واكتشف هذا المرض في أسيوط. والبلد كلها فيها سخونة، البلد كلها فيها سخونة، بس ما حدش عارف. أنا لما وديت الحالتين دي لأسيوط حتى المرض ده ظهر يعني وعرفناه. البلد دي كانت حتضيع لو ما وديتش الأطفال دي لأسيوط. أنا المفروض فيه متابعة كل 15 يوم كل شهر مثلا، تعرش المستنقعات دي. ده احنا عندنا 5 عربيات كاسح، 6 عربيات بتفضي في المحجر جنبينا من جميع القرى البلاد اللي جنبينا تابع للعدوى برضه. يعني احنا ضايعين هنا. احنا بنطالب بصرف صحي لانه البلد دي راح يقضي عليها المستنقعات دي. صار لي تعبت، جاتني سخانة ورحت المستشفى الاستقبال ودوني حقن وخفيت. بعد كده رجعت لتاني محدش عارف الموضوع ده، قالوا عندي سخانة. بعد كده رحت الوحدة اللي عندينا ادوني حقنة برضو وحللت وقالوا عندك المرض هو بتاع الملاريا ده،
وبعد كده جابوني على هنا المستشفى على طول. سخنت وبعد كده رحت الوحدة ودوني علاج هناك وما عملش معاي فايدة. وبعد كده رحت أسوان، ومن أسوان حولوني على هنا عطي. قالوا لي عندك سخانة بس. وبعد كده جيت هنا عطي بعد أسبوعين وجابوا لنا العلاج بعد ما قعدنا هنا عطي. جاتنا السخونة دي من 6 أيام كده أو 7 أيام، وفضلت الحرارة مستمرة 40 في الجسم، 40 39. عبد في الآخر حللونا هنا، طلعت إجابتي ودون الجرأة. أول ما أخذت الجرأة فضلت الحرارة تنزل تنزل تنزل، دلوقتي الحمد لله 100 100، ما فيش أي سهولة. إحنا عملنا التقصي الحشري نشوف فيه بعوضة الأنوفلس موجودة بكثرة في المكان ولا لأ، وهل هي مصابة ولا لأ. تقصي بيئي للمكان نفسه، وجدنا ان في محجرين ملاصقين لبيوت هؤلاء المصابين. المحجرين دول نمت فيها، كان فيها مياه جوفية، وخدنا منها عينات ثبت انها فيها أنوفلس، اللي هي بعوضة الأنوفلس الناقلة للمرض. لقينا بعض الأفارقة موجودين في نفس المنطقة بطريقة غير شرعية، وبالتالي لم تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي لأنهم دخلوا عبر الأسلاك. طبعا هم لأنهم بطريقة غير شرعية، هم أول ما شافونا بدأوا يهربوا من المكان ويجروا. الإصابات كلها كان في عائلة واحدة أو عائلتين في بيوت كلها في مواجهة منطقة المحاكم. بدأنا نعمل مسح شامل لكل السكان، وصل لغاية امبارح عملنا 3000 فرد من سكان القرية، قرية الشيخ مصطفى، اللي منها جميع الحالات. ال 3000 طلعوا كلهم سلبيين ما عدا 4 منهم، اللي هم من ضمن ال 15 حالة اكتشفناهم بفحص الدم بتاعهم.